واحد السؤال التالي بيقول: اشترينا شقة من قرعة الإسكان المتميز، وكان متبقى عليها 3 أقساط سنوية للبنك بدون فوائد، لكن في حالة التأخير لا قدر الله في 10% فوائد سنوية، فما مدى مشروعية هذه المعاملة؟ الجواب عن هذا ما ذكرناه مرارا ونؤكده في هذه الحلقة: الغرامات التأخيرية على الديون من الربا المحرم، لكن لأنها مما عمت به البلوى ولا يكاد ينفك عنها عقد من العقود في واقعنا المعاصر، فإننا نقول لك: إذا كانت الأقساط الباقية بدون فوائد كما تقول، فلا حرج في البقاء على هذا العقد مع الاجتهاد من جانبك في الوفاء بأقساطك في مواقيتها حتى لا تقع تحت طائلة تطبيق هذه الغرامة عليك. في قرار المجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الغرامات التأخيرية يقول: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء أكانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. لا حرج في الغرامات التأخيرية في بقية العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوه. واسمع آخر فقرة مهمة جدا: إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من عقود الإذعان جاز له الترخص في ذلك، على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله سواء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب.